هنا احنا المرة اللي فاتت اشتغلنا في البادي واشتغلنا في الامبلمنتيشن، وكان المطلوب اكمال الليتريتشر ريفيو كاملة، الوصول للأوبجيكتيف، تحديد الأوبجيكتيف، تحديد البروبوز سولوشن، وعمل انيشال درافت او مثل البروبوزال للبادي اللي هو في الميثودولوجي اند ديزاين، وفي الامبلمنتيشن ميثود اللي بدكم تشتغلوا عليه. تمام، الان استاذ امين فرجينا شاشتك موجوده عندنا، احنا شايفينها، فرجينا ايش يعني حضرتك تعرف انه بالريفيو بيبر يعني اللي عملناها، انا اضفت ادفانتج اند ديس ادفانتج للبيبرات اللي قريناها وضعناها في التيبل. تعرف ان كل بيبر ايضا فيها ليميتيشن، في بعض الاحيان تكون ليميتيشن او تكون دروباك او كذلك، واكو في واحده من البيبرات اخطات بصراحه الجاب في الكونكلوجن. الموضوع حضرتك عارف يعني انه انا اريد ان اعمل لوكاليزيشن للنود، باث بلاننج فور انجر نود لوكاليزيشن وايرلس سنسر. فحقيقه انه اثناء قراءتي انا اعتمدت على اي ستار الجورث، هذا مش موضوع هنا، انا اي ستار أوكي. ليش اخترت الاي ستار الجوريثم على اي ستار؟ النتيجه للمقارنه، النتيجه اللي بيبر موجوده منشوره سنه 2018 بالاي تربل اي، انه كان اكو باث بلاننج بروبلم اند الجوريثمز. هاي الالجوريثمز اللي يعني المقطع اللي وضع بها الباث بلاننج والالجوريثمز، واحده من عندهم هي الاي ستار والجينيتك الجوريثم ورابيدلي اكسبلورينج راندوم تري، والأخيرة هي probabilistic roadmap. في النهاية برضو الآن colony optimization برضو ممكن تستخدم، ما بعرف إذا شفت المقارنات أو لا. عفوا دكتور ممكن تعيد؟ and colony optimization ACO. and colony optimization. طالما انت بتشتغل على الراوتينج وقارنه الالجوريثمز، هاي هلا بالنسبه للجينيتك الجوريثم هي فقط اوبتمايزيشن الجوريثم، الافشنسي تبعتها بالراوتينج مش كثير قويه. الاي ستار هي الجوريثم، لكن هي مش ميتا هيورستيك. تمام، يعني ما في عندها اوبتمايزيشن، لكن فيها خاصيه دكتور انه اني في اثناء اوجد الالجوريثم او انه اعطي حل للموضوع، انه اخذت هكساجونال كمثال ووضعت فيها الاي ستار الجوريثم. اي ستار الجوريثم يقسم المنطقه الى ثمان اقسام، اللي هي بالاضافه الى الاحداثيات الدياجونالز كذلك، مع اضافه خاصيه انه عفوا الباك بوينتر في حاله انه يعني وصل الى بوردر اوف تشي، في يمكن يرجع الى الخطوه السابقه ويغير اتجاه لايجاد نود، وبالاضافه الى انه النود unknown نود اللي يوجدها يعتبرها انجر نود تو انذر unknown نود. هذا اللي الفكره اللي حبيت انه اوضحها بالالجوريثمز اللي بالالجوريثم اللي انا احاول انه هذا يعني اوكي. هلا يعني السؤال هون احنا بس عشان اوضح للبقيه، احنا الان حكينا بالمحاضره اللي فاتت انه الكل يحضر البروبوز سولوشن تبعه والميثودولوجي، نعم، بحيث انه نتناقش فيها ونكون متاكدين، نعم، انه السولوشن اللي واصلين له هو سولوشن جينيون وممكن انه ننشر في بيبر قويه. هلا نرجع لاستاذ أميد، السؤال انه الاي ستار هي جنرال الجوريثم تستخدم للراوتينج او للبيست روت فايندينج، لكن علاقتها بالنود، هاي العلاقه انت اللي وجدتها يعني انت اللي صممتها، ولا كانت هي موجوده في 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 بيبر؟ يعني حكيت انه بتقسم الريجون، بتقسم لايت ريجونز، وبتعمل النود هو انون نود للنود اللي بعده وكذا، هاي انت اللي صممتها بهذا الشكل، انها موجودة في بيبر.
عفوا دكتور مثل ما بشوف انه هذا في هذا المكان هو هذا الايسر الجورثم هي اساسا هي قاعده موجوده، لكن التفاصيل تبعها يعني اني اقترحت انه هذا الموضوع انه اوجد الانون نود، اعتبر انه النود اللي في الوسط هي انجر نود، واوجد الانون نود. الانون نود اللي اوجدها يعتبرها انجر نود تو انذر انون نود. بعدين في خاصية أنه يعني ممكن أنه أكتبها لأن بس حبيت أشرح أولاً أنه فيها باك بوينتر في حالة وجود أوبستكل أو في حالة وجود بوردر أو في حالة كذا يرجع خطوة الوراء ويبحث عن مسار ثاني حتى يوجد فيها الأنذر أنونود. طريقة الربط ممكن أن يعني مش ربط يعني طريقة ممكن أنه الكونكشن بين تو نودز تعتبر ممكن أستخدم ريسيف سيجنال سترينث إنديكيتر او استخدم انتي كولوني اوبتمايزيشن او اي واحده من الهيورستيك الالجوريثمز اللي موجوده، واكون غطيت الاريا اللي موجوده بها كل الناون نود. خاصيه الاي ستار الالجوريثم حسب البيبر اللي منشوره اللي الكومباريشن تبعها انه وجد انه الاي ستار تاخذ وقت طويل لكن المسافه اقل والافيشنسي مالتها اكثر. اما البقيه فهي التايم مالتها اقل لكن الديستنس اكثر والافيشنسي اقل. هذا سبب اختيار الاي ستار الالجوريثم. كما تشوف دكتور انه في شرح للاي ستار الالجوريثم والايفالويشن فانكشن تبعها، بعدين اعمل البروسيس للاي ستار الالجوريثم، بعدين امبروفمنت ابروفد اي ستار الالجوريثم مع السيكونس اللي انهم في الاي ستار الالجوريثم تو تيبل ذا فيرست تيبل فور اوبن اند كلوزد اللي هي ممكن لما توجد الانون نود تضعها في التيبل الاوبن، لكن في حاله انه انت رجعت خطوه الوراء حسب الباك بوينتر ما تطلع من الاوبن الى الكلوز، او انه لما وجدت اعتبرته هو انجر نود خلاص وضعته في الكلوز تيبل وتبدا بخطوه اخرى. وهذا الستبس تبع البروفينج اي ستار الجوريثم مع يعني ما ضفت الماثماتيكال كويشن طبعا لانه يعني ما اتصور انه اليومين ثلاثه كفي يعني حتى اضيفها من ضمن هلا ممتاز اللي انت عامله وش كثير منيح، لكن خلينا مع بعض نفهم شغله. هلا لما بدنا نيجي نشتغل بالريسيرش خصوصا انه في بروبلم عملية يعني مثل problem مصنع مثل اللي بتشتغل عليه ست شاهد أو مثلا network زي اللي بتشتغل عليها أستاذ أميد أو مثلا اللي هي بالrenewable energy أو أي إشي يعني بمواضيع الهندسية اللي إحنا بنشتغل عليها بيكون فيها ثلاث أجزاء. الجزء الأول اللي هي environment، الجزء الثاني schema، الجزء الثالث algorithm. الانفايرومنت اللي هي فيها الكومبوننتس الفيزيكال كومبوننتس، بغض النظر هلا احنا بدنا نعمل هاردوير امبلمنتيشن ولا بده يكون في عندنا سيميليشن، الفيزيكال كومبوننتس هذول اللي هو المكونات للانفايرومنت. هذول بالبدايه لازم نحددهم. يعني حضرتك اوكي صحيح انت عامل كثير ايفورت، لكن افضل انك تمشي بهذا التسلسل. بالبدايه تحدد شو هم الفيزيكال كومبوننتس اللي موجودين عندك، يعني انه انت في عندك الانفايرومنت في نود مثلا في سينك نود في داتا عفوا بيس ستيشن، ايش هم الكومبوننتس اللي موجودين عندك. لما بعدين توصف هدول الكومبوننتس توصفهم تحكي مثلا عندي النودات انا مسميهم مثلا ان وهي تنتمي ل بيج ان اللي هو العدد الكامل للنودات وهكذا زي ما شرحنا المره الفاتت. هاي بالنسبة للـ environment. بالنسبة للـ schema، الـ schema اللي هي حضرتك الآن شرحتها تمام، اللي هي كيف علاقة الـ components للـ environment هاي في بعض تمام. يعني أنت بالنسبة إليك الـ components هم نودات بيحكوا مع بعض،
بيحاولوا الهدف إنهم هم يعملوا localization للنودات كامل، تمام؟ إنه مثلا بيكون في anchor node، هذا anchor node هو بعمل localization لكل النودات الموجودة، تمام؟ هذا هو مثلا الهدف اللي أنت بدك توصل له. هذا حكينا عنه بالenvironment. الآن بالسكيما كيف علاقة هدول النودات مع بعض؟ كيف بيحكوا مع بعض؟ كيف طريقة الكوميونيكيشن بينهم وبين بعض؟ كيف طريقة الراوتينج؟ الباكت كيف بده يوصل لبرودكاست مثلا أو في يونيكاست أو في كذا؟ كيف هاي العلاقة بينهم وبين بعض؟ كيف الموفمنت راح تصير؟ هل راح تصير مثلا بشكل مثلث ولا راح تصير بشكل دائري ولا راح تصير بشكل هكساجونال؟ تمام؟ هاي كلها مثلا اللي حكيتها اللي هي الموفمنت، إنه مثلا النود بيروح على نود ثاني وبعدين بتعرف على هذا النود، والنود الثاني بيروح بتعرف على النود الأول وهكذا، أو هو برد بيرجع على الريجون اللي كان موجود فيها. هذا كله إيش اسمه؟ سكيم، تمام؟ اللي هي علاقة النودات أو علاقة الكومبوننت بالإنفايرومنت ببعض. بعدين بتيجي الألغوريثم. الألغوريثم اللي هي بتعمل تطبيق أوتوماتيك للسكيما. مثلا في السكيما بنحتاج روت فايندينج، ما في عنا السكيما ما بتجاوبنا على موضوع كيف بدنا نعمل روت فايندينج. لازم يكون في عنا الجوريثم، هاي الالجوريثم اللي بتعمل روت فايندينج، تمام؟ او روت بلانينج، تمام دكتور؟ مثل الاستار، تمام؟ فاذا لما تمشي بهذا التسلسل القارئ بيكون فاهم وماشي معك وعارف بالضبط لوين انت بدك توصل، وبرضه بالنسبة لك انت بتكون افكارك مرتبة، تمام؟ فلما تيجي مثلا تحكي انه اي ستار، انا استخدمت اي ستار عشان روت بلانينج، تمام؟ بتشرح عملية الروت بلانينج فقط في موضوع الاي ستار، بس ما بتشرح السكيما اللي هي كيف علاقة النودات بينهم وبين بعض، تمام؟ هلا اذا هذا الحكي اللي انا حكيته عام لنا كلنا، تمام؟ لا، لما بدنا نيجي نشتغل في ساينتفك ريسيرش بغض النظر عن البروبلم اللي بدنا نشتغل فيها، في عندنا انفايرمنت، في عندنا سكيما، في عندنا الالجوريثم. هلا الانفايرومنت لها علاقه بالانفايرومنت اللي احنا عارفينها، لانه احنا بدنا نطبق بروبلم معينه على انفايرومنت معينه، هي اول نقطه. السكيما من 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 قراءتنا للليترشر ريفيو بنشوف الليترشر ريفيو هم وين شغالين باي سكيما، مثلا شو السكيما اللي متبعينها، واحنا بنشوف انه بدنا احنا نخترع سكيما جديده او بدنا نطور على سكيما موجوده بواحدة من هدول الليتكتشر، تمام؟ كيف طريقة التطوير على السكيما؟ هذا هو البروبوز سولوشن تبعنا راح يكون، أو مثلا إنه إحنا بنحكي إنه في بارت الألغوريثم كلهم مستخدمين ألغوريثم معينة، بس إحنا بدنا نستخدم ألغوريثم جديدة، أو بدنا نطور ألغوريثم بحيث إنه نستخدمها في بارت معين من السكيما، وهيك بيكون الكونتريبيوشن تبعنا كثير قوي، تمام؟ اوكي. هلا هذا الحكي زي ما حكينا ان جنرال. نرجع نقطة أخيرة بس للأستاذ أمين قبل ما ننتقل لشخص ثاني، إنه الاي ستار مش مستخدمة في أي ألغوريثم أبدا، في أي من الليترشر ريفيو مش مستخدمة. لا، ما كانت مستخدمة بالليترشر ريفيو، بس لكن هي استخدمت عام 2000، آخر بيبر استخدمت عام 2015، وما كانت على الموضوع بس نود لوكاليزيشن مش الباث بلانينج. هذا وراها يعني ما كان من 2016 الحين ما في بيبر كتبت على اي ستار الجوريثم. اوكي، ممتاز ممتاز. طيب اوكي، هلا انت متاكد معناها انه مش مستخدم، وهذا شيء كثير منيح. هسه نقطه ثانيه، يعني الاي ستار هي الجوريثم كثير قديمه، في كثير الجوريثمز بتشتغل في الباث بلانينج والراوتينج أفضل من الاي ستار وأحدث منها، تمام؟ منها مثل اللي حكيت لك اللي هي أنت كولوني أوبتمايزيشن، ومنها في ألغوريثم جديدة اللي هي دونكي أوبتمايزيشن، هي برضو ألغوريثم كثير حديثة من 2019 واللي منشورة بإنسبير، واللي اشتغلوا عليها ناس من العراق أعتقد، كمان من شمال العراق، تمام؟ إذا بتفتح الآن الإنترنت بس ممكن أني أفرجيك عليها اللي تعملها دولي، تمام؟ في ألغوريثم برضو كثير قوية في مجال الأوبتمايزيشن، في مجال الأوبتمال روت فاين، تمام؟ مش فقط في الأوبتمايزيشن، وتشتغل بتو تكنيكس، فإذا استخدمتها بيكون برضو في عندك كونتريبيوشن كثير قوي. بس حط دونكي أوبتمايزيشن. دونكي
أكتبها أنا. تمام. Optimization. Okay, and it's more than optimization. هاي البيبر أعتقد موجودة في PDF. تمام. هاي فكرة هاي البيبر إنه بيحكوا إنه بالزمانات اللي كان يخطط للطرق اللي هم الحمية. تمام. فعليا هذا الحكي صحيح انه خصوصا في المناطق الجبليه يعني بالاردن في السلط منطقه كثير جبليه هي تقريبا بشمال عمان في كثير من الطرق كانوا يخلوا الحمير هي تمشي ويعبدوا الطريق في المكان اللي مشى فيه الحمار وفعليا كان الطريق هذا اللي هو اكثر طريق سهل وسلس من الطرق الثانية اللي ممكن أي حدا إنه يوجد. تمام. فهم هون عملوا موديل لكيف الحمار ممكن إنه يوجد أفضل طريق وعملوها optimization algorithm وصارت يعني أثبتوا فعليا إن الإفشنسي تبعتها بالروت فايندينج والروت بلانينج. ممكن ايضا انه اعمل كومباريشن او ريسيرش ريفيو في هذا الموضوع في كل الالجوريثمز بالنسبه للباث بلاننج والانتو ضمنها انتو كولوني ايسر الالجوريثم ديسر الالجوريثم والخوارزميه الجديده وبعدين انا يعني افضل يعني بكتب ان اختاريت هذا الموضوع لل يعني للحل اللي يستخدم تبعي يعني 100% هذا هو الحكي الصح اكيد يعني انت طالما انك ما بدك توجد الجوريثم جديده بدك تستخدم الجوريثم اوريدي موجوده فكثير منيح انك تعمل كومباريزن وبعد الكومباريزن انك تطلع بكونكلوجن انه هاي الالجوريثم هي الافضل وتطلع فيها وتستخدمها بالحل تبعك او بالبروبلم اللي انت شغال بيكون شيء كثير ممكن يكون هايبريد تكنيك فور for يعني path planning in mobile anger assist localization. Okay. وهذا بيكون هو أقوى بكثير وهذا اللي إحنا بنحكي فيه إنه بيكون في عندك genius solution إن أنت بتوجد algorithm جديدة هي hybrid between two algorithms. بس هذا ما بتقدر تعمله الهايبريد غير لما يكون في عندك معرفة كثير قوية عن الالجوريثمز اللي هم مثلا الالجوريثمز اللي بالاوبتمايزيشن او الالجوريثمز اللي متخصصين بالروت بلاننج بتعرفهم ماثيماتيكلي بشكل كثير قوي وبعدين بتحاول تدمج الادفانتجز بين اكثر من الجوريثم او بين تو الجوريثمز وبتطلع منهم الجوريثم وهيك بيكون يعني فعليا البيبر اللي انت شغال فيها بيبر كثير قوي فاذا الان استنتجناه حتى من الموضوع اللي انت شغال فيه بالمايند ستورمينج البسيط اللي عملناه انه انت ممكن تطلع اقل شيء بثلاث بيبرز على هذا الموضوع بيبر ممكن تستخدم فيها الاي ستار بيبر ممكن تستخدم فيها تعمل الكومباريزن تستخدم فيها الالجوريثم الاقوى وبيبر ممكن انت تعمل فيها هايبريد سوليوشن يعني نيو الجوريثم وتستخدمها على نفس هاي البروبلم هيك انت ممكن تطلع ب 3 بيبرز و 3 بيبرز هذول قويه ان شاء الله ممتاز تمام مين حابب انه فرجينا مين اشتغل شغل حابب انه نمشي معه اوكي العفو دكتور اوكي بس عندي فد سؤال عام اذا احنا بالبيبر هسه عندنا فالطريقه ما حد يعني قبل مشتغلها في حال هذا شلون راح يعني شلون راح نقارن شلون راح نسوي اوكي سؤال كثير منيح وهو كنا راح نحكي عنه اليوم يعني ان شاء الله راح نحكي عنه اليوم بالتفصيل المقارنات اللي احنا بنعملها هي مقارنات لازم تكون لها علاقه في الامبلمنتيشن في التست كيس تمام هلا لما يكون انت في عندك ميثود جديده انت جربتها هذا في بارت الميثود
وهم من البيبرز التانيين برضو في عندهم ميثودز تانية غير الميثود اللي انت استخدمته. هلا احنا وياهم بدنا نروح على بارت الامبلمنتيشن وبارت التستنج. في بارت الامبلمنتيشن والتستنج هون بنطلع الريزلت وهون بنعمل المقارنة. هسا البيبرز السابقين عاملين امبلمنتيشن في سيناريو معين او مستخدمين داتا سيت معينة. عشان احنا نقارن الريزلت تبعتنا بالريزلت تبعتهم بدنا نعمل نفس السيناريو او نستخدم نفس الداتا سيت على الاقل. يعني ممكن نستخدم اكثر من داتا سيت لكن ضروري نستخدم نفس الداتا سيت اللي هم مستخدمينها بحيث انه نقدر نعمل مقارنة بين الميثود تبعتنا والميثود تبعهم. فاذا ما في مشكلة انك انت تعمل ميثود جديدة اصلا هو هذا المطلوب. لكن بالنسبة للمقارنات بنستخدم نفس طريقة التست نفس طريقة نفس الداتا سيت اللي هم متبعينها بحيث انه نعمل هاي المقارنة. وهذا راح نحكي له زي ما حكينا بالتفصيل في معارضة اليوم ان شاء الله. اوكي دكتور. بالنسبة للإلكتريك فيكال شو أنا وقفت حاليا لأن أكو يعني كومو شغلات بباك جراوند لازم بالألغوريثم يعني لقيت كومو ألغوريثم فيحتاج فد وقت أقل شيء في الشهر. فأنا مشتغل طبعا على أكثر من بيبر حاليا يعني مشتغل على البرست كانسر مشتغل على الإير ديدكشن مشتغل يعني مشتغل سارة وكياهم. ف نجي على البرست كانسر خلينا نشوف الأوبجكتيفز اللي عملهم بالتحديد. أوكي. تمام. إذا هنا أنت عامل to develop an application for diagnosis breast cancer in order to classify the class of tumor either benign or malignant. هذا general objective بس شو specific objective اللي بيكون؟ هنا كاتب to apply SBM and SMO algorithm. هذا methodology مش objective. هذا methodology. اوكي. هذا الاسم الالغوريثم هم بيكون في الميثودولوجي يعني انت اسم الالغوريثم بدك تستخدمها لك في الميثودولوجي لكن الاوبجيكتيف بده يكون شو الهدف اللي بدك توصل له بالاخر. يعني هل مثلا انت بدك تعمل هذه البيبر عشان تعمل كلاسيفيكيشن اون ريل تايم كلاسيفيكيشن بالضبط مثلا اون ريل تايم يعني لازم يكون بالتالي سريع ولا لازم مثلا انت تسويه دقيق يعني تزود الامبروفمنت بشكل كثير كبير ولا مثلا يكون عدد السامبلز قليل. تمام شو الاشي الجديد اللي الاوبجكتيف الجديد اللي انت بدك توصل له. يعني في كثير بيبرز اللي اكيد انت عملت لهم ليترشر ريفيو وهذول البيبرز كلهم بيشتغلوا نفس الاوبجكتيف هذا بس وين الاشي الجديد الاوبجكتيف الجديد اللي بدك توصل له. الأوبجكتيف الجديد هي الالغوريثم SMO sequential minimum optimization. أنا مستخدم هذا ميثود هذا ما لا يعد contribution إنك أنت استخدمت نفس objectives ناس سابقين بس بميثود جديدة زي ما حكينا المرة اللي فاتت. مش هذا ما لا يسمى contribution. تمام يعني هذا ممكن يكون master thesis وmaster thesis ضعيف ما يعني ما انتشر لكن هذا لا يعد contribution لأنه البروبلم موجودة الداتا سيت موجودة والالجوريثم موجودة انت بس طبقت صح. بس بنيت ابلكيشن بنيت ابلكيشن جافا طلعت ريزلت يعني سويت ابلكيشن هذا تول ما في مشكلة. انت بالبيبر ما بتحط حتى يعني مش مطلوب منك تحط الكود ولا تحط حتى اذا انت حطيت اسم البروجرامينج لانجويج اللي استخدمتها ممكن تحطه فقط في التست كيس وممكن ما تحطه يعني هذا اوبشنال. وانت ما بتحكي عن الابلكيشن اللي بيشتغلوا فيه البكالوريوس. البكالوريوس مطلوب منهم يعملوا امبلمنتيشن لما نوصل لمرحله الماستر مش مطلوب تعمل امبلكيشن مطلوب تشتغل على الميثود تعمل ميثودولوجي اناليسس. تمام هلا في البروبلم هاي اللي انت شغال عليها وباستخدام الجوريثم اقوى من الاس بي ام موجوده اكزامبل جاهز في الماتلاب اكزامبل موجود بس انت حط في الماتلاب اكتب ان تول
وبتطلع لك من ضمن الاكزامبلز اللي هي تصنيف البريست كانسر مالجنانت ولا بيناين، والداتا سيت اوريدي موجوده وبتعطيك بيرفورمانس 99.99% اكيوريسي. شو اسمها دكتور؟ ان تول. لا مش هي مش خوارزميه، هي ابلكيشن في اكزامبلز ابلكيشن. بس هنا أنا دكتور انا هنا يعني شو مستخدم جايب الداتا رو يعني من يعني جايب الداتا تكست يعني ارقام مو صور مدخل. اوكي هذا هو الاكزامبل اللي في ماتنا. هنا مقسمها اني كتقسيم هي بالاس بي ام هي ريكومنديشن بيها التقسيم مالتها 70/30. انا مقسم هنا 80/20 مرة و70/30 وهنا بالاس بي ام انا مدخل وياها يعني انهم مدخل وياها ميثود اللي هي اللي مستخدم وياها الكروس فاليديشن. هذا كل اللي حكيته له علاقة بالطرق، هذا كله مستخدم وبشكل كثير كبير. انت كيف تقسم الداتا سيت تريننج وتستنج وفاليديشن هذا برجع لك، تستخدم تنفولد كروس فاليديشن هذا برجع لك، هذا مش كونتريبيوشن، هذا انت ما جبت اشي جديد هون. هاي طريقة كيف انت تعمل تريننج للالجوريثم، هون ما جبت اشي جديد. هذا اذا بتعمل هذا بهذا الشكل ما بتنتشر البيبر ابدا لانه ما فيها شيء جديد. بعدين الاس بي ام، ليش اخترت الاس بي ام؟ ليش اخترت الاس ام او؟ حتى سوي مقارنه بيناتهم. انا يعني جربت اكثر من طريقه طلعت عندي الاداء مال الاس ام او عاليه، طلعت 97.74 وثاني شيء الوقت عندي كان كلش سريع، يعني اشتغلت الوقت كان سريع كلش. يعني انت بدك تقارن بين الاس بي ام والاس ام او بالضبط. ايه حتى اشوف ياها الطريقه، انا اشوف الطريقه اللي استخدمتها انا اخذت الاس بي ام. الاس ام او مش مستخدمه ابدا في مجال البريست كانسر؟ لا ما مستخدمه. الاس بي ام الاس بي ام طبعا مشتغل، غير انا اجي بطريقه مستخدمه حتى قارن هو شغلي مثل ما اوكي تجي افضل طريقه، افضل طريقه او افضل عده طرق، يعني افضل شيء محصلين بالضبط هي اللي تقارن فيه، بس ما تجيب الجوريثم عاديه لانه الاس بي ام معروفه انها كثير ضعيفه. بلى بالضبط تمام. فانت بدك تقارن في الجوريثم ضعيفه برضه، هذا بضعف من شغلك. اها اوكي. هلا اللي انا بدي احكي لك اياه انه زي ما حكينا المره اللي فاتت، يكون في عندك كونتريبيوشن، انت جبت داتا سيت هي ارقام، يعني هي اصلا حدا مشتغل عليها من قبلك وعامل عليها بري بروسيسنج وعامل عليها اوبجكت ديتكشن، عارف وين مكان الريجن اوف انترست وماخذ منها فيتشرز معطيك اياها جاهزه تمام. فانت هنا بس بتشتغل على البروسيسنج، فاذا هنا انت هيك حصرت حالك انه لازم انت تجيب الجوريثم في البروسيسنج جديده وتشتغل عليها. هلا الالجوريثم الاس ام او هي مش جديده، هي موجوده اوريدي، فانت جبت الجوريثم جاهزه وداتا سيت حدا من قبلك مشتغل عليها ومستخرج منها الفيتشر، فقط انت طبقت تمام. هذا لا يعد contribution زين بمستوى paper بتنشرها في المجلر impact factor تبعها عاد زين. الابليكيشن اللي بنيته ما يعتبروا يعني ما ياخذ بعين الاعتبار ابدا، ما بتاخذ بعين الاعتبار على الاطلاق، لانه هذا بيرجع لك انت عملت ابليكيشن ولا ما عملته، هم بالنسبه لهم الريزلت المطلوب. يعني الريزلت هاي ممكن تطبقها على الماتلاب، على البايثون، على الجافا، على سي بلس بلس، على اي شيء بدك اياه، المهم الريزلت تمام. والاهم من الريزلت الميثودولوجي، هلا طالما الميثودولوجي عندك ضعيفه بشكل كثير كبير، يعني انت بس فقط جبت الجوريثم جاهزه
معناها حتى ما بتفرجوش على الريزلت، بعملوا ريجكشن على طول، وبدك تكون منتبه من هاي النقطة. تمام، انه لو انك مثلا انت اخترعت بروسيسنج الجوريثم جديدة وعملت زي كيس ستدي عليها، انه انت بدك تثبت ان هاي البروسيسنج الجوريثم هي اقوى من الالجوريثمز الموجودة المشهورة زي الاس في ام وزي الاس ام او، وعملت الكيس ستدي على الرو داتا اللي جبتها من البريست كانسر بروبلم، هيك بيكون شغلك قوي. تمام، لكن بهذا الموضوع اذا بدك اقتراحات من البريست كانسر، كثير كثير اعمال اشتغلوا عليه من زمان زمان لحد الان واشتغلوا عليه. انك تجيب فقط الجوريثم جاهزه موجوده تشتغل عليها، هذا ما بيكون كونتريبيوشن. اذا بدك تعمل كونتريبيوشن، بدك تعمل اما في مجال الاوبجكت ديتكشن، يعني في مجال الريجن اوف انترست لوكاليزيشن، يعني وين الريجن اوف انترست بالضبط. تمام، انه هاي من ضمن البروبلمز اللي لساتها صعبه انهم يوجدوها. تمام، ممكن في الانيشال دايجنوستس، احنا لما شفنا مع بعض عملنا ليترتشر ريفيو المره اللي فاتت على موضوع البريست كانسر، شفنا انه شغالين كثير في الانيشال دايجنوستس، هذا اكثر شيء متكرر. تمام، مثلا في الانيشال دايجنوستس يعني هي فيها البريدكشن، فيها استيميشن، يعني ممكن يكون متنبأ انه ممكن يكون في هذا البيشنت راح يصير في مرض معين، او الحاله تبعته راح تصير ديتيرمينيتد. تمام، ليش؟ بالاعتماد على بعض الكرايتيريا اللي قدرنا نقراها من الصوره. تمام، فانت ممكن تشتغل مثلا على هذا الموضوع. هلا الاشي اللي بتشتغل عليه في هذا الاشي، اذا لازم تستخدم صور، فبالتالي ما لما تستخدم صور لازم تطلع في عندك طريقة جديدة في البريدكشن، او بالاول طريقة جديدة في تحديد الريجن اوف انترست. تمام، لما تشتغل بهذا الشكل، اذا استخدمت الاس ام او اللي هي جاهزة، او استخدمت الاس بي ام، او قارنت بينهم، ما حدا بيسألك ليش استخدمت الجوريثم جديدة، لأنه أنت في عندك ميثود جديدة أصلاً في مجال الـ image processing. تمام، في مجال تحديد الـ region of interest، وفي مجال التنبؤ كيف أنت تعمل estimation، هيك بتكون البيبر تبعتك قوية. أما إذا ظلت بهذا الشكل بتكون ضعيفة جداً. تمام، أوكي دكتور، إن شاء الله. أوكي إن شاء الله. تمام دكتور، أوكي خلينا العفو دكتور، في السؤال اقدر بهاي يعني ادخل يعني اربط يعني اربطها بالاي او تي؟ بدك تركز على بروبلم واحده، البروبلم تبعتك هي الديوجنوسيس، ولا هي انك كيف بدك تربطها بالاي او تي؟ يعني الاثنين اسوي اشتغل الاثنين. اوكي، معناها بدك تعمل الان literature review كيف انهم بدهم يعملوا breast cancer detection او classification بال IoT. تمام، ممكن هنا تدخل على موضوع كثير interesting اللي هو في مجال ال federated learning او ال distributed learning، يعني كيف انت هنا بال deep learning لما يكون في عندك نود مثلا ماكينات اشعة موزعات في العالم، وهاي الماكينات بتطلع لك داتا في كل نود، ممكن انت تدرب على الداتا اللي هو فيه، وبعدين يكون في عندك جلوبال نود يتدرب على كل الداتا اللي جايته من كل النودز اللي موزعين بالمستشفيات حول العالم. فهيك انت بتطلع في موديل فعليا بيكون متدرب على داتا كثير كبيرة وبيكون كثير قوي. فانت اذا عملت الاستراكشر لهذا الاشي بيكون برضو شغلك قوي. لكن بالبداية بدك تعمل literature review، تشوف هل في ناس اشتغلوا على هاي الفكرة أو لا. إذا اشتغلوا بدك تطلع بميثود جديدة للfederated أو distributed learning. لحد الآن ما مشتغلين هاي الفكرة، يعني أكثر ما مشتغلين. ممتاز، معناها إذا بتشتغل عليها بيكون عندك contribution كثير. يعني أنا مشتغل، يعني مسوي، إذا أريد أفرجيك هنا يعني على نفس طبعا نفس الداتا سيت، وبس غير ميثود. تمام،
بيشتغل على السي ان ان. هلا السي ان ان جبت صور ولا دخلت عليها؟ لا هاي هذا لا نفس ال نفس الداتا سيت نفسه وكسون 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 اوكي وكسون دايكنوسيس بريست كانسر. مفهوم. هلا ال 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 ان سي ان ان احنا عرفنا المره اللي فاتت انها هي بتعمل فيتشر اكستراكشن مش هي نفسها اللي بتعمل كلاسيفيكيشن. ايش استخدمت معك كلاسيفاير؟ اشتغلت يعني وياها اشتغلت بال ما سمعنا اشتغلت وياها سواب. اي سواب هي كلاسيفاير بالضبط. اوكي تمام بس هنا اذا بدك تدخل موضوع النودز موضوع الاي او تي عشان يصير الشغل قوي. هو بالهاي وياها الاي او تي هنا راح نسوي تقريبا يعني تشفير بها نستخدم التشفير وياها يعني كم طرق مشتغل هنا. اوكي بس كلاود. بدك تركز في البيبر تبعتك بدك تركز انت شغال في الديستريبيوتد ليرنينج في موضوع الكلاسيفيكيشن انت مش موضوعك بالسكيورتي. لا مو أنا من أرفع عن الداتا سيت شو يحتاج تشفير. ناس تانيين بيشتغلوا على التشفير اللي هم متخصصين بالسكيورتي. أنت متخصص مثلا في الديب ليرنينج متخصص بالكلاسيفيكيشن. تمام بدك تستخدم الاي او تي از انفايرومنت عشان تجمع منها ويتس. تمام بس أنت ما إلك علاقة في التشفير. إذا بتدخل في التشفير هيك أنت بتتوه. لانه في التشفير في كثير مشاكل بدك تطلع فيها كونتريبيوشن بدك تطلع فيها كذا. انتبه انك انت بتشتغل بالبيبر بتشتغل على بروبلم بحيث توجد كونتريبيوشن انت ما مش مطلوب منك تعمل ابلكيشن. تمام انت ما بتعمل هنا مشروع تخرج او بتعمل ثيسس. لو بتعمل ثيسس بدك تحاول انك تناقش كل المواضيع هاي موضوع التشفير موضوع كيف تعمل ابلود موضوع كيف انك تصغر الباكت كيف تحجز الباندويت كيف كذا هذول بدك كلهم تتطرق لهم. لكن انت هون بتشتغل على بيبر في عندها اوبجكتيف لازم تحقق هالاوبجكتيف. اذا زودت الاوبجكتيفز بشكل كبير في البيبر هيك البيبر برضو ما بتنقبل لانه بيكون في عندك كثير اوبجكتيفز وهذول كلهم الاوبجكتيفز بدك تثبتهم انك طبقتهم وحققتهم. تمام وهذا صعب انك تعمله. فبالتالي البيبر بالعاده بيكون فيها 1 اوبجكتيف ماكسيمم 2 اوبجكتيفز بحيث انك تكون مغطي هذا الاوبجكتيف من كل نواحيه وتكون مثبته ومؤكد للريفيور انه الاوبجكتيف تبعك اتحقق وافضل من الاعمال السابقه. تمام عشان هيك لازم تكون انت ماشي في تراك واحد فقط في البيبر. ان شاء الله دكتور ان شاء الله. تمام ممتاز. اوكي خلينا نشوف ست شاهد شايفين فائدة المايند ستورمينج يعني كلنا بنتعلم منها يعني في مثلا جابس في ميستيكس بتكون او نقاط مثلا مش منتبهين لها ممكن انا ما تخطر على بالي اني اشرحها لكن لما نشوف مع بعض احنا شو بنشتغل بتبين عنا هاي النقاط وبنشرحها فكلنا بنستفيد منها. تمام زي نقطة مثلا تحديد الاوبجكتيف انه احنا ما نتوسع فيه نكون السكوب اوف ورك تبعنا ضيق قدر الامكان يعني اضيق شيء ممكن بحيث انه نكون فعليا مركزين على نقطه فيري فيري نارو فيري سبيسيفيك ونناقشها من كل نواحيها ونثبت انه شغلنا فيها افضل من الاعمال السابقه هيك بنكون احنا حققنا المطلوب منا من هاي البيبر وبنزيد احتماليه قبول البيبر تبعنا. تمام اوكي تفضل استشهد اعملي لنا شير سكرين. هلا بداية أنا خلصت الـ literature review تقريبا يعني الـ related للموضوع تبعي اللي هو sales forecasting مع الـ artificial intelligence technology و considering the uncertainties. هلا وعملت general framework يعني as a draft. أول إشي الـ main problem بهذا الـ work إنه أنا بأي industry عبارة عن fast moving consumer goods تحتوي على production line whatever شو هي الـ industry
أنا بدي أعمل forecasting للسيلز لسيرتين product اعتمادا على عدد من الفاكتورز، منها السيفير تشينج اللي متعلقة بالهيومن بيهيفير، بحيث إنه أغطي يعني أعمل keep للstock out. هلا الأوبجكتيف، المين أوبجكتيف زي ما حضرتك حكيت إنه لازم يكون في عندي بالسكوب اوف ذا ورك محدد. هلا المين أوبجكتيف إنه أنا بدي أطلع real time intelligent decision making system للبرودكشن لاين، من خلال إنه أعمل keep للإنتربرايز إنفنتوري بريزنبل رينج. هذا الإشي بحقق إنه بروفيت أعلى للإندستري، وformulate reasonable sales plan according the market condition according the market demand، حتى إني أمنع الأوفرستوك أو أعمل imbalance ما بين السبلاي والديماند، حيث إنه ما يصير في عندي أوفرستوك بالنهاية يصرف cost للإنفنتوري، ولا كمان يكون في عندي shortage بحيث إني ما أغطي طلب الكاستمر. ممتاز ممتاز. هنا بس بدي أعول على نقطة هون اللي هو بالضبط هيك بنكتب الأوبجكتيف. تمام، خلينا كلنا نتعلم بالضبط هيك بنكتب الأوبجكتيف. الأوبجكتيف لازم يكون quantified يعني قابل للقياس، بحيث إنه نقدر نقيسه هون هل هو تحقق ولا ما تحقق. تمام، هلا هون هي كاتبة إيش اللي بدها توصل له، وكاتبة كيف طريقة قياسه. فهون كاتبة reasonable، تمام، يعني إشي معقول، إشي قابل للتطبيق. تمام، يعني إشي quantified. فإحنا لما تطلع هي بنتائج في الآخر، مثلا يكون في عندها مثلا improvement 3% ولا 4% بالنسبة للفيلد اللي هي شغالة فيه يعد reasonable، هيك بتحكي إنه أنا أثبتت إني حققت الأوبجكتيف. تمام، فإذا هاي النقطة كتير مهمة في الأوبجكتيف. عندها 3 objectives إذا بتحاولي إنك تعمليهم، أو هو فعليا 2 objectives. تمام، 2 objectives إشي كتير منيح. ممكن شوي انك تتغلبي لما تطبقيهم لانهم 2 objectives، بدك تحاولي انك تغطيهم من كل النواحي، لكن اذا طبقتيهم بتكون البيبر تبعتك كثير قويه. تحديدها للobjective محدد فعليا في سكوب معين وquantified. تمام، طريقه قياسه محطوطه من ضمن الobjective، فاذا اللي بقرا بعرف انها هي لما توصل للresult وتطلع معها نتائج وتقارنها في الاعمال السابقه بالنسبة للابليكيشن، بالنسبة للتست كيس أو للسيناريوز اللي هي طبقت فيه هذا التست كيس، الريزلت اللي طلعت معها هل ريزونبل أو نان ريزونبل. إذا ريزونبل معناها بتحكي إذن our objective was satisfied. تمام، وهيك حققت المطلوب من هاي البيبر، وهيك البيبر تبعتها بتكون قوية. تمام، ممتاز جدا. أوكي، خلينا نشوف اللي بعد. هلا دكتور، في لقيت بيبر كتير accurate للشغل تبعي اللي هي market revenue prediction and error analysis of product based على الفازي لوجيك والartificial intelligence algorithm اللي هي هاي البيبر كان، وهاي ب 2020 من سبرينجر. هلا بداية بهاي البيبر أثبتوا إنه الميتشر بريدكشن المستخدمة بالاي اي اللي هي نيورال نتورك فوركاست، بحيث إنه هاي الكايند اوف الجوريثم لها ثيوريتيكال سبورت ماتشر وتعطيني بريدكشن للانفورميشن. هلا هم عملوا تحليل للماركت ريفينيو بريدكشن ايرور اناليسيس للبرودكت بس اعتمادا على فازي لوجيك والاي اي الجوريثم. نتيجة هاي البيبر انهم يعني نتيجتهم حكوا إنه النيورال نتورك الجوريثم لها اعلى اكوريسي بأنهم يتنبؤوا الفيوتشر سيلز للبرودكت، وكان البريدكشن ايرور تقريبا كنترول ب 4% خلال انهم طبقوا النيورال نتورك موديل تو فيوتشر البرودكت سيلز فوركاست، وهم سبيسيفيكلي طبقوا الباكي بروبيجيشن النيورال نتورك. هلا كانت الفكره الداتا سيت اللي استخدموها، انا عملت لها تلخيص هون. تمام، هلا هم التولز استخدموا الفازي لوجيك والاي اي الجوريثم سبيسيفيكلي الباك بروجيشن. هم جمعوا داتا من تو ماني برودكتس فاكتورز، من السيلز، من البرودكت سيلز، ومن الانفايرمنتال فاكتور. هلا الداتا سيت كانت السورس داتا از مولدد كيس بريكر والبرودكت الثاني، هذول التو برودكتس جمعوا السنوات من 2011 ل 2016. بس دكتور بدي أفرجيك الريزلتس اللي طلعت معهم.
هنا شرح الباك بروبيجيشن نيورال نتورك وطلعوا الويفز وطلعوا البروبيجيشن متاكده لان اوكي تمام المهم يعني قديم الالجوريثم هاي عدم وهم اصلا ما ذكروا انه الباك بروبيجيشن هي ار ان ان فانا يعني مستغرب كنت اسال يعني هون حطوا هم اصلا ما كتبوا انه باك بروبيجيشن بس هي هيها PP Packet Propagation Neural Network Component Optimization Algorithm Basic Theory اللي هي أنا عرفت أنه هي من Feed Forward Network Without Feedback أنا بعرف أنه الRNN فيها Feedback أنه بقدر أرجع للي تمام فهي مش RNN صح؟ لا مش 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 RNN لأنه ما فيها Feedback تمام. مش فكرة بالضبط هم بس Forward فقط طبعاً هون input layer والهيد layer والoutput layer هلا results اللي فعلياً عملوها ال data set هاي هون كانت الflow chart عملوا initialization بعدين train sample طبعاً قسموها training وvalidation testing بعدين الoutput لكل layer للهيد layer هو الoutput layer فبالتالي هو ما في أي يعني بس في هيد layer مستخدمة واحدة تقريباً لأنه كان السيستم مش complex بعدين عملوا reverse calculation error حسب الويت وطلعوا الانس هلا الريزلت اللي طلعت معهم ما بين ال predicting وال actual هاي الداتا طلعوا الداتا لتو product sales volume ل ACP product وال sales volume ل MCCP ال particularly من 2011-2016 هاي السيلز كانت ال historical project ل 12 شهر هلا لما طبقوا عليها ال pack propagation neural network وجدوا انه الفرق ما بين الـ predicted value والـ true value يعني نوعا ما قليل بالنسبة للـ two product فمن هون حصلوا انه الـ back propagation neural network هي طريقة جيدة للتنبؤ للـ forecast للـ future sales للـ product هلا فعليا انا يعني استفدت من هاي الـ paper انه انا بدي اخليها as a reference لإلي لشغلي فأنا بدي أطلع الـ Proposed Solution إنه أنا بدي أعمل Mature Prediction Method بالـ AI Algorithm ولكن الـ RNN اللي أنا بس بكون فيها رجع على الـ Neural Network اعتماداً إنه هاي الـ Kind هي Reliable Prediction Information اعتماداً على الـ Result اللي طلعت معهم إنه الـ Neural Network هي بتعطيني Error نسبته 4% وهي لها High Accuracy تمام؟ بس أنا دكتور بدي أعدل عشان يكون في عندي contribution بالبيبر تبعتي بدي أعدل إنه المودفايد بروبوز سوليوشن إني أخذ الأنسرتينيتيز بعين الاعتبار يعني ممكن تكون الأوتبوت للآر إن إن أضيف لها يعني معادلة بالأنسرتينيتي فبدي أدرس على هاي الإشي يعني ممكن ممتاز هلا يكون بمكتباتك كثير قوي هلا الميثودولوجي أند ديزاين زي ما حضرتك شرحت لنا المرة الماضية حكيت لنا أول إشي لازم نعمل problem formulation يا إنه mathematically أو at least flowchart هلا عملت mathematically model the current operating system that control operation decision affecting على final performance خلال إنه أنا بدي أعمل formalizing لمجموعة من ال mathematical equation سواء linear أو non-linear basically أنا system اللي تبعي complex system لأنه هو بدرس social behavior وبدرس ال variables عن الناتج عن البرودكت وعن السيلز وعن الاتريبيوت اللي بتاثر على السيلز من البرودكشن لاين فانا عندي بشكل عام البرودكشن لاين لاي سيستم لاي شركه لازم انا اطبقه بمجموعه من الفاريبلز الانبوت فاريبل والاوتبوت فاريبل انبوت فاريبل اللي هي بتاثر على البيهافير للسيستم واللي بتعطيني التوتال بيرفورمانس وهاي الفاريبل انا بجمعها مع بعضها سواء مع السوشيال فاريبل اللي بتعكس الهيومن بيهافير وكيف بتاثر على على الـ performance للسيستم أو على الـ out layer هذا زي كأنه طبقتها بثير if planned يعني مثلا أنا عندي input variable وفي عندي output هاي مجموعة من الـ input variables اللي هون وكيف ممكن تأثر على الـ total performance اللي هو التارجت اللي أنا بدي أوصل له اللي هو sales اعتمادا على مجموعة من الـ input variables سواء كانت بتعكس production line attribute أو بتعكس human behavior اللي هي socially زي ما هم كانوا عاملين كمان في البيبر كانوا عاملين الفاكتورز او الاتريبيوت كانوا ماخذينها من مصدرين المصدر الاول اللي هو الانفايرومنتال والمصدر الثاني اللي هو السيلز برودكت تمام ف
فأنا هون عندي زي X Y. ال X اللي هي الجروب الأول من الانبوت فاليبل اللي بيعطيني production line attribute التي تعود لcertain product. هذا الجروب من الفاكتور. وال Y اللي هو أنا بدي أحققه بدي أطلعه اللي هو target variable اللي هو future set. هلا كيف أنا ممكن أعرفها؟ إنه أنا بدي أحاول أعمل minimization للإيرور. الإيرور اللي هو الديفرنس ما بين الـ predicted value اللي أنا ممكن تطلع معي as a future as a forecasted value وما بين الـ يعني الـ actual value للـ sales. ممتاز. هلأ هناك بالنسبة لهذا الإيرور بدك تشوف الأعمال السابقة كيف هم فحصين الـ prediction وتستخدمي نفس المتريك اللي هم مستخدمين. هم فعليا ممكن أنك تستخدمي هذا الإيرور نفسه، بس بالإضافة إنه لازم تستخدمي كمان الطريقة فحص الإيرور اللي موجود في الأعمال السابقة. yes. تمام. هلا عادة الإيرور الإيرور عادة بتكون الجاب. أنا فاهم عليك أكيد، هو منطقيا زي هيك، بس أنا قصدي عشان الكريديبيليتي، عشان يكون يعني في عندك ريفرنس أو طريقة معيارية لفحص النتائج اللي طلعت معك. هي أول نقطة. هلا نقطة ثانية، ال features والtarget، الattributes والtarget، من وين بدك تجيبيهم؟ من التست كيس تبعتي، من الكيس ستادي تبعتي. يعني عندك داتا سيت؟ يس. اوكي تمام. طيب الattributes اللي بدك تستخدميهم على اي اساس حددتيهم؟ production line attributes. هي انا الكيس ستادي انا عملتها بالثيسز، انا بدي اطبقها هون. أنا قصدي إنه كم عدد attributes؟ ممكن يكون كثير عدد attributes، ممكن يكون من هذول attributes non useful. yes. مين كيف بدك تحددي مين هو المست useful attribute؟ بدي أعمل dimension reduction باستخدام إيش؟ PSO particle swarm optimization. أوكي، هاي طريقة جديدة ولا مستخدمة من أول؟ هلا هي طريقة من زمان، بس إنه توظيفها بالدايمنشن ريدكشن جديدة. أوكي، يعني هاي كونتريبيوشن كمان تاني في عندك، إنك عملتي الدايمنشن ريدكشن بطريقة جديدة. بس دكتور بدي أسألك، هلا البي أس أو هي طريقة تستخدم بالدايمنشن ريدكشن صح؟ لا أول مرة أنت بتحكي عن الموضوع هذا، ما عمرها استخدمت بالدايمنشن ريدكشن. يعني صحيح استخدامها، صحيح استخدامها بالدايمنشن ريدكشن، لكن هي ما عمره يعني حدا استخدمها بالدايمنشن ريدكشن قبل. تمام. هلا الميثودولوجي حكيت زي ما شرحت لنا انه لازم نعمل از ا بوليت بوينت. اول شيء انا بالورك تبعي بدي اعمل داتا اكويزيشن تكنيك، لانه انا الداتا بيس انا بدي اطلعها، يعني مش انه هي جاهزه من بيبر ثاني. هاي الداتا بيس بدي اعملها بريماتيف، بعدين بدي اعمل دايمنشن ريدكشن حتى اقلل الانبوت فاريبلز لانه انا عندي كتير اتريبيوت، وبنفس الوقت بدي اخذ انا الموست يوسفل فيتشر باستخدام البي اس او بارتيكل سوام اوبتمايزيشن. بعدين بدي اعمل داتا بيس بروسيسنج مره ثانيه بعد ما اقلل عدد الاتريبيوت، وبعدين بدي اعمل نورماليزيشن وتريننج وفاليديشن تيستينج، وبعدين اطبق الـ recurrent neural network. وحاولت ارسم صراحه فلو تشارت انه ديتيرمين الصوت احيانا بيقطع، بس المفروض انه بالتسجيل بيكون واضح، لكن في اي فتره اذا كنا ملاحظين انه الصوت بيقطع لمده طويله راحت من عندنا معلومه، رجاء بس احكوا لنا يعني بنعيد المعلومة هاي. تمام. هلا في مشكلة بالأردن إنه كثير ضغط على الباندويت، على الإنترنت باندويت، لأنه معظم الناس بالبيوت وبيشتغلوا بالإنترنت كل شغلهم يعني ودراستهم وكل إشي، ففي لود كثير عالي، فعشان هيك الفترة هاي في الأردن النت ضعيف. تمام. فممكن اللي معانا الناس اللي من الأردن إنه إذا هم بيحكوا صوتهم بصير يقطع، او اذا هم بيسمعوا برضو بيسمعوا كمان بيقطع، فبصير في تقطيع مضاعف عندهم. تمام. لكن اللي بالبلاد الثانيه بماليزيا او بالنسبه لي بالمانيا انا ما عنديش مشكله، لكن اي حدا بغض النظر وين موجود وصار في عنده تقطيع على طول يحكينا عشان نعيد، ما يضيع عليك المعلومه. اوكي، عفوا على المقاطعه، تفضل كمل. تمام. فهون انا عملت as a flow chart للميثودولوجي،
اللي بدمج فيها اللي هي ديتيرمينست فاريبل كونستراكت داتابيس اعمل موديفيكيشن للماثماتيكالي اعمل ميرج بعدين نورماليزيشن بعدين اعمل تريننج للاي ان واحسب الكالكوليت الاي ان ان ريزلت ايرور يعني تقريبا مشابه للفلو تشارت اللي هم كانوا عاملينها بالبيبر واحسب الريزلت الابلاينج الاي ان ان حتى اطلع الاوتبوت. هلا الاكسبيرمنت اللي هي امبلمنتيشن للتست كيس اول اشي انا زي ما حكيت في انا عندي اتريبيوتس اللي هي الانبوت فاليبل وفي عندي الاوتبوت اعتمادا على هيستوريكال بروجكت من شركه معينه لبرودكت معين. فانا بدي اول اشي اربط السوشيال فاليبلز مع البرودكت السيلز بدي اربطهم مع بعض حتى اني اتنبأ باوتبوت معين اللي هو الفيوتشر او الفوركاستنج سيلز للسنوات المقبله. هلا الفكره الزياده اني بدي اضيفها انه بعد ما اطلع انا هذا الاوتبوت اشوف كيف بده ياخذ بعين الاعتبار الانسرتينتيز وكيف ممكن يتعامل مع الايمرجنسيشن whatever شو كان المصدر او سببها. وهذا الاشي بقيسه من خلال الايرور ما بين بريدكتد سيلز وما بين الاكتوال سيلز. اوكي ممتاز. لكن هنا بدك تضيفي موديل لل او مش موديل اما تضيفي موديل للانسرتينتي او انك تعملي مونتي كارلو سيميليشن بحيث انك توجدي اكزامبلز يعني راندوم فاليوز او حسب باترن معين انسرتينتي سيتويشنز وترسمي هذا البلوت وبالاعتماد عليه هذا البلوت تطلع الريزلتس من المونتي كارلو سيميليشن. يعني تضيفي على المونتي كارلو سيميليشن الميثود اللي انت جبتيها في البريدكشن على الداتا سيت هاي وتضيفي الباترن تبع الانسرتينتي بباونت معينه حسب مثلا طبعا لازم تكون رياليستيك يعني مدروسه شو هي الانسرتينتي سيتويشنز او 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 الامرجنسي سيتويشنز اللي ممكن تصير بهذا الفيلد. هاي الباوندز تضيفيها على المونتي كارلو سيميليشن تعملي لها بلوت وبنفس الوقت تعمل بلوت للاوتبوت بحيث هنا انه تثبتي انه حتى مع الفاريشنز الكثير كبيره اللي بتصير بالامرجنسي سيتويشنز وبالانسرتينتي سيتويشنز البريدكشن تبعنا بضل محافظ على الاستابيليتي تبعه. تمام وبالريزلت الرقميه برضه بتطلعي هذا الشيء. فاذا هنا هنا انت لازم تعملي هذا الشيء لانه عندك موجود في الاوبجكت. تمام بس بدي اسالك سؤال دكتور. هلا بعد ما انا السوفت وير اللي حستخدمه هو الماتلاب هلا بعد ما اطلع انا الريزلتس واثبت انه الفاليو او الايرور او الجاب ما بين البريدكتد والاكتوال قليله بروح بعمل على المونتي كارلو سيميليشن صح؟ مونتي كارلو سيميليشن اكيد هيك اول شيء بدك تثبت الميثودولوجي انك انت طبقت الميثودولوجي واشتغلت معاكي وخلاص يعني صارت هاي الميثودولوجي كريديبل انه ممكن انه تعمل الان المونتي كارلو سيميليشن عشان تدخلي الانسر. تمام. طب هلا ما بكفي مثلا اني اقارن شغلي بهذا البيبر مع شغل البيبر اللي هي ماركت ريفينيو انهم هم طبقوا فيد فورورد بس انا بدي اطبق لا انه فيها فيدباك يعني ممكن اني هل اوكي هلا هذا الطريقه الثانيه في المقارنات واللي راح احكي معها عنها اليوم ان شاء الله. هلا بالنسبه لك ما بزبط تقارني شغلك مع بيبر ثانيه ما ريزلت موجوده في بيبر ثانيه لانه الداتا سيت عندك انت جبتيها مختلفه مختلفه فما بزبط انه نقارن في بنش ماركس مختلف. تمام يعني لما بدنا نقارن مثلا نفس تكون الداتا سيت في عندك حلين. الحل الاول انه تعمل شغلك زي ما انت حكيتي بالاضافه لهذا الشيء تجيب الداتا سيت اللي هم اشتغلوا عليها وتطبق عليها برضو نفس الشيء هذا وتطلع ريزلت للداتا سيت تبعتك والريزلت للداتا سيت تبعتهم وتعمل المقارنه فقط لما مع الداتا سيت تبعتهم. هي اول طريقه. الطريقه الثانيه انك بدك تقارني بالالجوريثمز مثلا انت استخدمتي ار ان ان هم استخدموا باك بروبوجيشن فيد فورورد نيورال نتورك بدك تجيبي الباك بروبوجيشن فيد فورورد وتطبقيها محل الار ان ان وتطلعي نتائج بحيث انك تحكي انه هاي مع الالجوريثم الار ان ان وهي مع الالجوريثم الثاني على نفس الداتا سيت تبعتك على نفس الكيس ستدي على نفس الانسرتينتي على نفس كل شيء. تمام
يعني تعمل implementation لتو algorithms وتقارن بينهم. تمام. بالضبط. هاي الطريقة الثانية في المقارنة. ممتاز ممتاز. الطريقة اللي أنت مستخدمتيها طريقة الديسكريبشن، النقاط، البروبوزل اللي أنت عملتيه هو شغل ستاندرد بصراحة، يعني ممتاز جدا اللي أنت عملتيه، وراح تكون بيبر كتير كتير قوية إن شاء الله. وأنا بتوقع لها إذا اشتغلتيها بهذا الشكل اللي أنت كتبتيه وطلعتي نتائج، كانت النتائج يعني الإيرور فيها قليل، أقل من 4% اللي موجود في البيبر هذه، إنك تقدر تنشريها في جورنال إلسبير والإمباكت فاكتور تبعها حتى أعلى من 4. إن شاء الله. إن شاء الله. ممتاز ممتاز بالطبع.